السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا قدمت عملت فيديو من قبل على الطابعه برادر، ولكن تجي اسئله كثيره من الاخوان العرب وحتى من المغرب، ولهذا انا قررت وهاد الاسئله مش لا يمكنني نجاوب اجيب عليها في التعليقات، لان الاجابه الجواب سيكون طويل، ولهذا قررت ان اعمل فيديو اشرح فيه للاخوان المهتمين على اجيب على اسئلتهم، ولهذا ساجيب احاول ان اتكلم بالعربي لابي لا يفهمني الكثير من الناس من الدول العربيه، لان يمكن عندهم هذه الطابعه، وإذا ما قدرت يمكن أدخل كلمات إنجليزية بحكم أن الإخوان العرب يفهموا الإنجليزية. إذا هذه الآلة الطابعة هي دي سي بي، الاسم دي سي بي جي 132. الآلة الطابعة اسمها دي سي بي جي 132W، يعني W يعني تشتغل بالواي فاي، يعني يمكن ما تحتاج للخيط عشان ما تحتاج للخيط لتشتغل. اذا انا غادي بعجاله ساتكلم عن هذا الآلة، على هذا الطابعة. هي انا من يوم ما اشتريتها وانا لسه ولازلت احبها كثيرا، لانها تنفعني ولا تحتاج الى 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 كرتوشات للطابعة، وقدمت هذا في الفيديو السابق. اذا هذه الطابعة يمكن ان تسكان، يمكن تطبع الاوراق باللون الابيض والاسود او بالالوان، ويمكن تشتغل على الهاتف، من الهاتف يمكن ان تطبع اي ملف، لانه توجد هنا اوريكم. فلما ندخل على البلاي ستور ناتي بهذا الابلكيشن، هذا الابلكيشن ديال بتاع برادر، تبع برادر. اذا ويمكن من الحين يمكن تاخذ اي ملف وتطبعه، ما في مشكله، تطبع ديريكت بالواي فاي. ولكن حاجه، لازم الواي فاي اللي تكون معموله هون على الاله، على التليفون لازم تكون نفسها. مثلا انا عندي هنايا التليفون عنده الواي فاي اورانج، وعندي لان في البيت عندنا اثنين واي فاي، واحده اورانج وواحده هذه واحده اخرى. اذا الان التليفون على اورانج، ولكن الان الطابعه والحاسوب على هذه. اذا انا الى صفت، اذا بعت ملف والتليفون على اورانج والطابعه على واي فاي اخر، لن تشتغل. لازم يكون الواي فاي نفسه اللي على الهاتف وعلى الطابعه، او لا على الحاسوب والطابعه نفس الواي فاي، لازم يكونوا نفسه ولا ما تطبع. حاجه ثانيه لازم احب ان اقولها، هنا يوجد هنا لن ندخل الاوراق، لازم نتير هذه، نجبد هذه ونحط، ننزل الاوراق تاعنا هون، تنزل الاوراق هون بعدين تطلع. ولما وهذه يمكن تطلعها هيك، لان الاوراق لما تخرج لو كانت في مكان عالي الاوراق سوف تتبعثر، ولكن هذا هنا تبقى في مكانها. سؤال كان عندي على حسب كيف ادخل على الواي فاي تاعتي. تدخل على المنيو وتطلع هنايا، لا اطون انا قرب،
لما ندخل على المنيو يعطيك بعض وبتبقى تمشي تطلع هيك لحد ما تلاقي ثلاثة ريزو ولا ما انا هي معموله بالفرنسيه الان لحد لما تلقى الانترنت وبعدين تعمل اوكي وتدخل لحد ما تلاقي لولان دبليو ال اي ان. لما ما يكونش شغال انت تكليك على اوكي عشان تدخل وتدخل الاسم السري تبع الواي فاي نتاعك. هذا بالنسبه. اما في سؤال عن كيفيه سكان وانا قلت لا ساعمل الفيديو وتشوف. اذا انا لما احب انسكاني هي تطبع بالالوان وتطبع ابيض واسود. وهي شنو الحاجه اللي مزيانه فيها انها هادو كما اظهرت في الفيديو السابق يمكن نزيلهم تكليكي هكا تزيلها وتملاها بالمداد تبلاها بالمداد من هون فيها ثقبه هنا نملاها بالمداد ونرجعها مكانها وتشتغل. يعني ما احتاج اشتري كرتوشات ما اشتري كرتوشات ثانية. كيف اسكر قلت هي تطبع بالالوان والابيض واسود. الحاجة اللي يمكن لو كنت بالنسبة لاستعمال في البيت للاولاد ولا لاستعمال في المكتب اذا ما كنت يعني تريد الطباعة بسرعة هذه كافية. لو عندك وقت تنتظر لان شوية ثقيلة لما تطبع. اذا كيف اعمل سكان كيف يشتغل سكان بالنسبة لي خلينا نشوف. ناخذ مثلا انا اريد هذه تدخل لي نسكاني هاد الورقة ولا موضوع ولا اي شيء. انا اريد اسكان هذه اعملها كاني ساعمل لها فوتوكوبي. حتى فوتوكوبي الفوتوكوبي يمكن تنزلها هيك وتكليكي على وتكليك على هنايا على مار على هذه مارش ولا كولور تكليكي هون وتشتغل. هي حتبتدي تشتغل وتعطيك تعطيك الكوبي. وهون في نمبر كوبيز نيمورو نمبر دو كوبي شحال تريد كام واحده اثنين ثلاثه. انا ورقه التعريف كل اوراقي بعمل لها كوبي هنا. اذا عشان تعمل لي سكان ماذا اعمل هنايا في هذا اسمه سكان. اذا اكليك عليه ولكن عندي هما كونيكتي بجوج الحاسوب الحاسوب والطابعة بنفس الواي فاي. اذا لما انا كليكيت على سكان هنايا بيجي شوازير تشو يو هاف تو تشوز. اذا اي تشوز اي سيد ايميل الى بغيتي الى لو عايز يروح الايميل ولا سيرفيس ويب الانترنت يعني ولا فيشي يعني ملف. انا اعمل اوكي يروح لي الملف غيعطيك ديسكتوب هذا يعطيك قول له اوكي ويسالك واش يعني هل تريد لي اوبشنز. الى مبغيتيش الا مش عايز قول نو. لو عايز تكليكي على هذا الفوقاني هو كيقول كليكي وي الفوق نو لتحت. اذا انا جو كليك وي يعني يس ايج في اج كليك اوكي قالك سكان تايب كولر نقول يس ريزوليوشن يس تيب دو فيشي كايند اوف دوكيمنت اذا بي دي اف اوكي A4 وي لان ورقه عاديه اوكي supprimer le fond couleur non ok appuyer maintenant
he asks me to click sir مارش 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 في يا اما مادام انا طلبت بالالوان اذا اكليك على مارش اما بغيتي حبيتي اسود وابيض ولا اخضر ولا بالالوان انا مادام انا طلبت الورقه تخرج تطلع بالالوان اكليكي على كولر هادو بجوج مارش هادو هما بوطون مارش الان ماذا يقول يقول كونيكشن تو بي سي يعني بتشتغل حاجه اريد ان الفت نظركم اليها ان هذه الطابعه لا تزيل الخيط نتاعها من 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 الكهرباء لازم لانها تغسل راسها اوتوماتيكمون وحدها يقول لك عايز صفحه ثانيه لا خلاص لا لازم تشوفوها هو تكونيكتا بوحدو مع انترنت انا قلتها بغيتها بي دي اف نشوف واش هي هادي لا مش هادي هذا دوكيمون قديم ها هي هادي تطلع اوتوماتيكمون في البي سي تاعك كل ما عليك فعله هو تتبع الاسئله واجابه على الاسئله التي تطرح في الحاسب في الطابعه طلعت الورقه هون هي الان هذه اللي كانت عندي موجوده هون اصبحت موجوده عندي في الحاسوب ويمكن لي اشتغلها ولا اضيفها الى ملف موجود عندي في الحاسوب ممكن اطبعها ممكن اعمل بها ما اريد هكذا اعمل سكان حاجه اخرى اريد ان الفت انتباهكم اليها هي تشتغل بالواي فاي ولكن فيها عندها خيط هذا الخيط اذا كما راينا كيف نعمل سكان هو كل المعلومات تكون هنا تكون في هذا المكان ونجيب عليها بهذه الاسهم يا اما من الفوق يا اما تحت على حسب الجواب الذي نريد ان نعطيه اذا عملنا سكان والان اريد ان اتكلم قليلا كما قلت هي عندها كرتوشات من هون وهي انواع المداد المداد التي نستعمل لها نبحث عن مداد لبرادر وهذا وفي فيه الالوان وليس غالي الثمن كثيرا ولهذا هي لهذا احبها كثيرا لان لا احتاج شراء كرتوشات حينما ينقضي المداد لهم افتح الغطاء وازيد مداد منهم وأضع أرجع مكانه وتشتغل هذا شيء هذا حاجة هذه حاجة مهمة بالنسبة للآلة الطابعة يعني كانت عندي واحدة قديمة وكنت كل مرة أحتاج إلى خرطوشات هذا هنا ليس مشكل بالنسبة للسكان نعود للحاسوب وانا ناخذ الورقه التي عملنا في السكان ممكن ان اصغر الحجم حجمها كما اريد هون وممكن ان اغير اكتب شيء او ادخل كتابه او باللون الذي اريده لو كبرتها شيئا ما وأضع خطوط ولا ما أريد كتابته يمكن أن أسجلها كما يمكنني أن أطبعها إذن هذا بالنسبة للسكان أتمنى أن أكون قد أجبتكم على أسئلتكم لا في شيء آخر أريد أن أقوله الآن كنا نشتغل بالواي فاي ولكن هناك توجد إمكانية الاشتغال توجد إمكانية الاشتغال
ياتي معها خيط، ياتي معها سيدي وهذا الخيط. كيف ندخل هذا الخيط؟ نرفع من هنا، شفتوا فيهم هذا المكان، اضع اصبعي وارفعه، ثبته ويكون هذا الخيط. هذا الخيط ياتي معها، هذا الخيط ياتي معها. شفتوا هذا حين نشتري الاله يعطونا هذا الخيط USB، وهذا المكان هو الذي ندخله هون هنا في ثقب، ترونه. اذا ادخل الخيط هون واضعه هكذا واتي به من هنا، يعني لازم اثبته هون، شفتوا، لحد ما نخرجه من الجانب هنا. وهذه نعمل هيك، معليش شايفين، اعمل هيك بايدي، خلاص وتنزل، خلاص اتقفلت. اذا ويمكنني حينها ان اشتغل لو ما فيش انترنت، وعندي حاجة اريد ان اطبعها من الحاسوب، اريد ان اطبعها ولا احتاج الى انترنت، لا احتاج. اذا عندي الخيط اضعه في اليو اس بي وهي حتشتغل. في حين تشتري الآلة ياتي معها السيدي، ياتي معها هذا السيدي. اول مره تريد ان تستعمل الآلة لازم تنزل هذا السيدي في الحاسوب ليتعرف عليها، ليدخل للوجيسيال بيلوت، ليدخل للوجيسيال تاعها وتشتغل. أتمنى أن أكون قد أجبت على معظم أسئلتكم، هي سهلة الاستعمال في الحقيقة، والشيء المهم أنها لازم تتركوها مع في الكهرباء أونفي، لازم تبقى في الكهرباء، لأنها هي تمسح الرأس من الأوساخ وحدها. إذا تركتها مدة دون استعمال وهي ليست على في الكهرباء، فيها كهرباء سوف تفسد. لهذا دائما لازم تبقى في السلك الكهربائي تاعها، فيه ضوء، عشان لكي تمسح رأسها لما ما نستعملها كثير. هذا ما كنت أريد أن أقوله لكم، وأكرر، إذا أردتم أن تطبعوا أو تسكانوا أو تعمل سكان بالواي فاي، لازم الواي فاي اللي تكون داخل المعلومات تاعها في الطابعة، لازم يكون connected your computer connected to the same واي فاي. That's all. Even for the pharmacy. حتى اللي لازم يكون نفس الواي فاي. وإذا أردت أن تطبع من الهاتف، لازم تروح على البلاي ستور، وتكتب تكتب هون تكتب امبريموت ولا برينتر ولا برادر برينتر ولا نكتبو امبريموت برادر، هيا برادر برينتر، اند يو كليك اند يو هاف ذيس ابليكيشن. اي هوب يو سي ات بيكوز اي هاف ات اوريدي، انا عندي موجوده على 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 الهاتف، ولهذا يطلب مني هل اريد فتحها لانها موجوده. ولكن بالنسبه للناس اللي ما موجوده، هذه هي، هذا يو انستال ات، بتنزلها على الهاتف تاعك، وبعدين يمكن تاخذ اي ملف من الهاتف وتنزله وتطبعه او تسقاني ليه. اتمنى ان اكون قد افدتكم واجبت على بعض اسئلتكم. نلتقي، اذا اعجبكم الفيديو اعملوا لايك وشاركوا and subscribe to my channel and ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.